بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، مشاهدي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامجكم حسن الختام. في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى سنتعرف على خاتمة العالم الجليل أبي القاسم بن جوزي، أبو القاسم محمد بن أحمد بن جوزي الكلبي الغرناطي الأندلسي، المتوفى سنة 741 هجرية. أبو القاسم بن جوزي رحمة الله تعالى عليه رجل بارك الله له في عمره، وبارك له في عقبه وولده، وبارك له في علمه، وبارك له في خاتمته. بارك له في عمره، ذلك أن أبا القاسم بن جوزي رحمة الله تعالى عليه عاش 48 سنة، لم يبلغ معترك الأعمار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: أعمار أمتي بين 60 و70. ابن جوزي لم يبلغ، مات دون 50، لكن هذه 48 سنة التي عاشها كانت حافلة بالعطاء، حافلة بالإشعاع، حافلة بالتأليف. ورحمة الله تعالى عليه وصف بأنه كان يعمر أوقاته بالتقييد وبالدرس وبالقراءة، مع حسن خلق وسلامة دين، مع اعتكاف على العبادة وعلى العلم، مع سلامة في الباطن والظاهر. رحمة الله تعالى عليه كان جماعا للكتب، كان ينفق وقته وجهده كله في العلم وفي طلب العلم وفي التدريس. ورغم كونه عاش هذه المدة القصيرة، إلا أنه تبوأ مكانة علمية في غرناطة التي كانت تأبى بيئتها العلمية أن يتولى أو أن يتصدر للمهام الدينية من خطابة ومن قضاء وما إلى ذلك، إلا من شهدت له أو سلمت له بالتمكن العلمي. فرحمة الله تعالى عليه على حداثة سنه وفي حياة شيوخه تولى الخطابة في المسجد الأعظم في غرناطة. من شيوخه رحمة الله تعالى عليه أبو جعفر بن الزبير صاحب صلة الصلة، ومن تلاميذه رحمة الله تعالى عليه تتلمذ عليه لسان الدين بن الخطيب الأديب، وتتلمذ عليه القاضي أبو الحسن البناهي صاحب المرقبة العليا في تاريخ القضاء والفتية في الأندلس. رحمة الله تعالى عليه عاش مدة صغيرة، لكن مدده وعطاءه كان كبيرا، عمر أوقاته كما قلنا بالتأليف وبالإنتاج العلمي الزاخر. أبو القاسم بن جوزي قلت أن الله تعالى بارك له في عقبه وفي ولده، فأولاده الثلاث أبو بكر أحمد وأبو عبد الله محمد وأبو محمد عبد الله، كلهم وصفوا بالنباهة وبالنجابة، وتبوأوا يعني مواضع المسؤولية والوظائف الدينية، منهم من كان قاضيا ومنهم من كان كاتبا، بالإضافة إلى تمكنهم في العلم والتأليف وما إلى ذلك. أبو القاسم بن جوزي رحمة الله تعالى عليه بارك الله له في علمه، ذلك أن إنتاجاته العلمية، وهي كانت قليلة، يعني تعد على رؤوس الأصابع، هي تقريبا ترك 15 تأليفا، لكن انتفع فيها بها الناس في زمانه، وما زال الناس ينتفعون بها إلى يومنا هذا، لأن الحمد لله بفضل الله تعالى كتب لعدد منها أن يصلنا وأن يطبع وأن يصدر، يخرج إلى النور محققا مطبوعا. فمن تأليفه رحمة الله تعالى كتاب تسهيل في علوم التنزيل، وهو كتاب في تفسير القرآن الكريم، وهو كتاب نفيس مختصر. وله كتاب آخر مشهور متداول بين الناس اسمه القوانين الفقهية في تلخيص مذهب السادة المالكية، وهو مطبوع. وله كتاب في العقيدة اسمه النور المبين في عقائد الدين، وهو مطبوع. وله كتاب تقريب الوصول إلى علم الأصول، وهو كتاب في أصول الفقه، وهو مطبوع. من تأليفه أيضا كتاب الأنوار الثانية في الكلمات السنية، وهو كتاب في الحديث النبوي الشريف، عرض به كتاب شهاب الأخبار في المواعظ والآداب لأبي عبد الله بن سلمة القضاعي المصري. وانتخب ابن جوزي جملة من الأحاديث الصحيحة، أخذها استخرجها من حديث من صحيح البخاري وصحيح مسلم، بالدرجة أساسا من صحيح مسلم، لأن ابن جوزي عنده كتاب آخر على صحيح مسلم، على تهذيب صحيح مسلم، وجمعها وبوبها لينتفع الناس بها. والمغاربة اهتموا بكتاب الأنوار السنية اهتماما كبيرا، يعني شرحوه وألفوا عليه شروحا، وتعرف له على الأقل 3 شروح مغربية. كذلك من العجيب أن هذا الكتاب
من أوائل الكتب التي ترجمت إلى اللسان الأمازيغي. هذا كتاب الأنوار السنية من أوائل الكتب التي ترجمها المغاربة إلى اللغة الأمازيغية رحمة الله تعالى عليه. عنده كتب أخرى لكن وصلنا منها 6 كتب تقريبا، وطبع منها 6 كتب، مجموع كتبه 15 كتاب. والجميل أن طبيعة هذه الكتب تتميز بأسلوب الاختصار، لأنها كانت كتب مدرسية بالدرجة الأولى. أكثر هذه الكتب ألفها لأولاده، ألفها ليدرس فيه أو ليدرس فيها أو ليقرأها أولاده وأبناؤه، والحمد لله انتفع بها أولاده وانتفعت بها الأمة من بعدهم رحمة الله تعالى عليه. ابن جزي كان رجلا شاعرا، وله كثير من الأشعار المحفوظة احتفظ بها لسان الدين بن الخطيب في كتابه الكتيبة الثامنة، ذكر جملة منها نجدها موجودة في نفح الطيب للمقاري، نجدها مبسوطة هنا وهناك في المصادر التي تعرضت لترجماته. عنده أشعار في مدح الجناب النبوي، له أشعار في التوسل والزهد. من أجمل ما قاله ابن جزي رحمة الله تعالى عليه في يشكو إلى الله كثرة ذنوبه، يقول: يا رب إن ذنوبي قد عظمت ولا أطيق لها حصرا ولا عددا، وليس لي بنار جهنم من قبل ولا أطيق لها صبرا ولا جلدا، فانظر إلهي إلى ضعفي ومسكنتي ولا تذيقنني حر الجحيم غدا. له أيضا أشعار أخرى متفرقة مبتوتة هنا وهناك رحمة الله تعالى عليه. ختم الله تعالى عليه بخاتمة سعيدة، ذلك أنه مات شهيدا في معركة طريف، مات شهيدا وهو يحرض المؤمنين على القتال. معركة طريف وقعت سنة 741 هجرية، استشهد فيها كثير من العلماء، استشهد فيها والد لسان الدين بن الخطيب، استشهد فيها أبو خالد البلوي صاحب الرحلة، استشهد فيها ابن حفيد الأمين، استشهد فيها محمد واحد صدر من صدور العلم في مالقة يقال له يسمى محمد بن يحيى الأشعري المالقي. كل هؤلاء استشهدوا في معركة طريف. مع الأسف هذه المعركة انتهت بهزيمة المسلمين أمام النصارى، وهذا استشهاد هؤلاء العلماء بهذه الكثرة في هذه المعركة يشير إلى شيء مهم جدا، هو أن الجهاد في السابق كما مارسه أسلافنا كان جهادا منضبطا. الجهاد الحقيقي هو الذي يشارك فيه العلماء ويؤطره العلماء ويحرض عليه العلماء تحت راية ولي الأمر. أما ما نراه اليوم من صور مشوهة للجهاد لا تستحق أن تسمى جهادا، فالعلماء هم أول من ينادي للجهاد تحت راية ولي الأمر، وهم من يشاركوا في وهم يشاركون في الجهاد ويحرضون عليه ويؤطرونه لكي يكون جهادا منضبطا، وكثير منهم لقي ربه مجاهدا غازيا في سبيل الله. فكان من بينهم أبو القاسم بن جزي رحمة الله تعالى عليه، الذي تمنى الشهادة وختم الله تعالى عليه بمثل ما أراد وبمثل ما تمنى. وآخر كلام قاله ابن جزي قبل استشهاده في هذه الواقعة كلام أو أبيات شعرية أسر بها إلى ابن ذي الوزارتين أبو بكر بن الحكيم، قال يعني ذكر له أبياتا وهي آخر العهد بينهما، لأنه بعدها استشهد رحمة الله تعالى عليه في تلك المعركة. يقول فيها هذه الأبيات: قصدي المؤمل في جهري وإصراري، ومطلبي من إله الواحد الباري، شهادة في سبيل الله خالصة تمحو ذنوبي وتنجيني من النار. إن المعاصي رجس لا يطهرها إلا الصوارم في أيمان كفاري. رحمة الله تعالى عليه استشهد في كائنة طريف سنة 741 هجرية. نسأل الله تعالى أن يتقبل شهادته، وإلى أن ألقاكم في لقاء آخر ومع خاتمة أخرى، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.